وقعت القوى السياسية السودانية على وثيقة التوافق السياسي بالقاهرة. جاء ذلك عقب اختتام ورشة الحوار السوداني التي شارك فيها 85 شخصية يمثلون 35 حزبا وحركة، حيث تم استعراض الوثيقة الوطنية الحاكمة في الفترة الانتقالية والتي ناقشها المشاركون بداية من لجنة القضاء الدستورية ومشكلة الشرق ولجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وتفكيك نظام 30 يونيو وصولا إلى هياكل الفترة الانتقالية. وخلال مؤتمر صحفي استعرض المشاركون أبرز مخرجات الورشة التي شملت عدم جدوى إصدار وثيقة جديدة أو دستور جديد مع التمسك بالوثيقة الدستورية التي صدرت في عام 2019 وتعديلاتها في عام 2020.